كيف الحال؟ صباح الورد مشاهدينا. حلقة اليوم من برنامج كيف الحال غادي نخصوها للحديث مرة أخرى على وليداتنا، نتكلموا كذلك على الآباء اللي ما تيتيقوش في وليداتهم لأسباب احنا كثيرة غادي نعرفوها مع دكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير. صباح النور عزيزي. دكتور عبد الهادي، ملي تنقولوا واحد الأب ولا واحد الأم ما تيتيقش في وليداته، ما تيتيقش في المهارات ديالو، ما كيتيقش في الصدق ديالو، ما كيتيقش ربما في أن ولده غادي يقوم بواحد العمل ولا غادي يكون عنده مستقبل ولا هو سي فغي موضوع كبير، ولكن شنو اللي كيخلينا تنقصوا من نقولوا يعني من ديك الثقه اللي تكون عندنا في وليداتنا؟ دكتور عبد الهادي، واول سبب اللي كيخلي ان بعض الاباء ما كيتيقوش في الوليدات ديالهم، وانت اشرتي لذلك في المقدمه، يعني ما كيتيقوش في الكلام ديالهم او في المهارات ديالهم، وهو واحد الفهم خاطئ بان ولدي ما خصوش يخطا، ولدي ما خصوش يوقع في الغلط، ولدي ما خصو من النهار الاول كيخصو كل شيء يديرو مزيان. فملي كيكون عندي هذا الفهم الخاطئ للعلاقه كيفاش خصها تكون بيني وبين الابن ديالي، فاكيد ملي اول خطا كيصدر منه الا وكيخليني نوضع علامه الاستفهام. خلينا نتكلموا على الثقه. الثقه هي واحد المفتاح اللي كنعطيوه للاخر وكنقولوا ليه هاك راه عطيناك مفتاح ديال القلوب ديالنا، ديال الاراده ديالنا. فانت موضع ثقه، اعمل بها اللي بغيتي. فكيجي صعيب ان واحد الاب ولا واحد الام اللي عنده الفهم اللي تكلمت عليه الاول اللي هو فهم خاطئ 100%، كيجي صعيب انه يسلم هذا المفتاح للابن ديالو، خاصه ان الاب ما باغيش يوقع في واحد واحد الموقف ديال الاحباط. فتصوري معايا الاب مثلا كيجي كيقول لك انا الابن ديالي مثلا غادي نثق فيه انه غادي يدير واحد العمل معين، وكيكلفه كيمشي هذاك الابن اما كينسى او انه ما كيديروش تماما، وكيجي من بعد كيكذب ثاني على الاب ديالو ولا الام ديالو. فشنو كيوقع لهذا الاب؟ كيوقع ليه احباط، وبالتالي فهو ما كيقدرش مازال يعطيه يسلمه مازال هذاك المفتاح. هنا حاله تكلمتي عليها دكتور عبد الهادي تيكون وقع شي حاجه اللي خلات هذاك الاب يفقد هذيك الثقه في ذاك الوليد. نعم. ولكن كاين حالات ربما ديال الاباء اللي دائما عندهم انتظارات اللي هي كثيره لدرجه ما كتيقوش حتى في المهارات ديال الوليدات ديالهم، تيقول لك هذا الولد محال واش غيدير شي حاجه، هذا الولد ما غيوصلش. شنو اللي كيخلي هاد الاباء يفكروا بحال هكا؟ هادو الا شافوا هاد الوالدين هادو او هاد الاب ولا الام اللي شافوا راسهم بحال هكا، يحاولوا يقلبوا في المحيط العملي ديالهم. غالبا الناس اللي كيكونوا خدامين في دي شركات ولا خدامين كيديروا مثلا واحد العمل ديال جماعي، سي ان ترافاي دو غروب، وكيوقع لهم بعض المصادمات مع ناس اللي هما خدامين معاهم، وبالتالي فهما كينقلوا هذيك العقليه مباشره، كيجيو كيديروا لها الاسقاط ديالها على الوليدات ديالهم. فدائما الاباء والامهات، ماشي دائما وانما غالبا، كيهربوا السهوله. شنو هي السهوله؟ وهو انني ندير انا في مكانهم هذاك العمل، وغادي نديره في وقت قليل، وغادي نديرو بطريقه محكمه، سهل عندي انا بالنسبه ليا. الا بغيت نعلمو، الا بغيت نوقف معاه ونصبر عليه ونصبر على الاخطاء ديالو، وهذا الشيء كذلك اللي هو ناتج عن عدم ذاك الصبر ديالنا على وليداتنا، لان ملي كنعطي لولدي واحد المسؤوليه، حنا نتكلموا دابا نتكلموا ببساطه وبصراحه، ملي كندخلوا دابا ملي كندخلوا حنا في الدار ديالنا، ملي كنعطي لولدي اي شيء يقوم به، فهل هو مؤهل انه يقوم به؟ هذا هو السؤال الاول. فمثلا ولدي عنده 4 سنين، عنده 5 سنين، كنكلفه مثلا انه يصوب الغرفه ديالو، فهذه سي اون طاش اللي هي كبيره بزاف. اللي ما يمكنش، لان كنسميو اون طاش كومبلكس. دونك هنا المشكل في الاب، لان الانتظارات ديالو كبيره. نعم. لانني ما حاولش ننقاد الفئه العمريه ديال ولدي مع الاشياء اللي غادي نطلب منه. اذا هنا ملي كان لوسكو جو مي اون دوت، يعني ملي كنشك في المهارات ديال الابن ديالي، فانا فقط خصني نشك في الطريقه ديالي انا كيفاش فوضت بها هذاك العمل. كاين واحد المساله اخرى دكتور عبد الهادي، اللي اكيد بزاف الاباء تيكونوا يا اما شافوها او لا عاشوها، وفي بعض الاحيان حتى المقارنه، كيكون عندنا واحد الوليد في واحد العمر معين، مثلا واحد الوليد عنده 5 سنين وليد اخر بحاله، هذاك الوليد تيقول لك كيتشوف تيقول لك لي فيف ديسبري وكيمشي وكيدبر على راسه هذا، والاخر ما قادر يدير والو. هذه المساله كتشكك الاباء في المهاره، يعني في هذه المقارنه واش هي صالحه ولا لا؟ هي المقارنه بصفه عامه، المقارنه السلبيه، لان كاين جوج مقارنات. كاين المقارنه السلبيه هي اللي تكلمت عليها، هي غير صالحه، هي قاتله جدا، وحنا تكلمنا عليها في واحد الحلقه. كتخلي الاباء يفقدوا الثقه. كتخلي الاباء يفقدوا الثقه في الابناء ديالهم. نعم. وتخلي الابناء يفقدوا الثقه في نفوسهم. نعم. لان المدخل باش ان ولدي تكون عنده الثقه في نفسه هو ان الاب والام ديالهم يثقوا فيه، لانه اقرب الناس ليه. نعم. فاذا ما تاقوش فيه هاد الناس هادو اللي قراب، شكون بغى يثق فيه؟ كاينه مساله اخرى اللي هي مهمه جدا، خصنا نعرفوا بان الابناء ديالنا راهم كيتدرجوا. لذلك حنا خص يكون عندنا معاهم دائما
أهداف اللي هي متمرحلة عبر الزمن. يعني ماذا؟ يعني أنني أنا كأب غادي نقول للابن ديالي خاصو من هنا لآخر السنة خاصو يتعلم هذه المهارة وهذه المهارة وهذه المهارة ونستشر واش هذه المهارات فعلا مخصصة لهذه الفئة العمرية ولا لا. مثلا بغيت مثلا ولدي أنه من هنا لآخر السنة يولي مستقل بذاته كيعتمد على نفسه مثلا في الدراسة. نوضعها كهدف ونقولها لي، نقول لي راه حنا بغينا من هنا لآخر شهر 6 حنا باقي بيناتنا مثلا دابا شهر ونص أو شهر فغادي نحاولوا اننا من هنا لاخر سنه تولي كدير هذه العمليات بوحدك ونبني لها بشويه بشويه بشويه. غادي يخطا في المره الاولى ويخطا في المره الثانيه. وانا هنا الدور ديال الاب والام ماشي هو منع الخطا، الدور ديال الاب والام ماشي هو انهم يوصلوا ولدهم في اقرب وقت ممكن، لا، الدور ديال الاب والام هو المصاحبه، هي المواكبه، المرافقه، خصني نصبر عليه ونرافقه ونبقى دائما حداه بلا ما نفقد فيه الثقه. خير، غادي ناخذ الان الا سمحتي دكتور عبد الهادي مكالمه باش نعززوا هذا الكلام ديالك هذا من عند السيده سلمى اللي كتصل بنا مدينه الدار البيضاء. الو. عليكم السلام ورحمة الله. سلمى مرحبا بك. أخت عزيزة والدكتور حسين القاسمي. مرحبا عبد الهادي القاسمي، الناس كيخلطوا مع الفنان حسين القاسمي وفعلا كتجينا مكالمات تيقولوا لينا الجاسمي الدكتور. ألوغ سميتك القاسمي ياك دكتور عبد الهادي؟ عفوا عفوا. مرحبا لاله. مرحبا لاله، تفضلي. أنا عندي مشكلة، واحد الطفل عنده 8 سنين يعني درت مع جميع المحاولات، كيبقى يجي من المدرسة تيقول لي ماما بغيت نلعب، بغيت نتفرج طابليت، بغيت تلفازة. كنقول له ولدي ها انت احفظ ومن بعد عاد نعطيك هذا الشيء باش ما تعياش. ما كنت سمعت مع الدكتور في واحد الحلقة ملي كيقول لي ماما لا عافاك غير نتفرج غير ندير ونشفد وندير اللي بغيت. كان ندير له خاطره، كنت نحاول نصبر وهذه، ملي كيسالي ماما عيط ماما عافاك ما كيبقاش مركز. اولا تحت طينا لي دوفوار فوق الطابله بقينا كنشدو كيقول لي ماما انا تسخسخ، كنحس بلي ما بقاش مركز. نعم عيا صافي. يعني وانا شي كيعصبني كنقول ما بقاش عندي فيك اولادي الثقه. ملي كيجي كنقول له ولدي خاصك تحفظ، شحال مره عطيتك فرصه، شحال مره عطيتك وعطيتك وعطيتك. نعم دونك ما بقيتيش كتثقي. يعني ما بقاش عندي في ديك الثقه، يعني غادي نعطيه فراجه او نعطيه يخرج الطابيت ديالو واحد محدد او واحد سؤال الا سمحتي. يعني هذا الشيء انت تكلمتي على الدراسه، في حوايج اخرى هكذا في البيت مثلا منين وليدك كيوعدك بشي حاجه ولا لا؟ ندير باقي الكتاب، يعني الثقه ما كاينش كذوب، ما كاينش يعني غادي مزيان مزيان بدل هي غير في الدراسه. تفضل. السن ديالو شحال السن ديالو؟ 8 سنين. عنده 8 سنين، 8 ديال السنوات. نعم تفضل سي عبد الهادي. هذا بالفعل ان في هذا اللاج هذا في هذا السن هذا كيبداو يبانوا بعض الصعوبات عند الوليدات. خصنا نعرفوا كاملين بان هذيك لا موتيفاسيون او التحفيز ديال الدافع اللي كتكون عند الوليدات انهم يمشيو ويقراو ويخدموا راها يعني كتتعلق بعنصرين. شنو هما؟ العنصر الاول هو الرغبه والعنصر الثاني هي القدره. فبعض المرات كنشوفوا الوليدات ما مشاوش يقراو كنقولوا ما بغاوش، لا راه ربما باغي ولكن ما عندوش قدره. اذا القدره احنا ما نخافوش من وليداتنا الا كانوا محتاجين لنا نجلسوا حداهم، ماشي نوريوهم، ماشي نخدموا في مكانهم، غير نرافقوهم. نرافقوهم فقط. راني اشرت قبل قليل بان راه المهمه ديال الاباء والامهات بالدرجه الاولى هي المصاحبه والمرافقه والمواكبه. ماشي نمنعهم من الخطا، هذا ماشي مهمتي. مهمه ديال هذاك الاستاذ ولا المدرس ولا المدرسه اللي هو معاهم. اذا فانا الابن ديالي هنايا كنشوف بان ما عندوش قدره، ديك القدره اللي غتحفزه باش انه يخدم هي اللي ما عندوش. نعم. عوض انني نسحب منه الثقه تماما غادي نبدل معاه الاستراتيجيه. لان هاد الام شنو الهدف ديالها؟ واش الهدف ديالها انها تبين ان ولدها ما خصناش نديروا فيه الثقه، او الهدف ديالها انها توصل لواحد النتيجه؟ نعم. ديال ان الوليد يولي يعتمد على نفسه ويكبر. الاشاره اللي اشارت بانه يعني كتحاول انها تفرض عليه انه يبدا بعدا يمشي للعمل ديالو هو الاول، عاد من بعد انه يتفرج ولا يلعب ولا هذا، هي شيء مهم جدا، ولكن حتى هو نوضعوه كمرحله. نعم. يعني ان الابن خاصو يوعى بانه راه ما كتبقاش عنده نفس القدرات ملي كيمشي يتفرج وملي كيمشي يلعب وملي وملي. ولكن ملي صغير ما غاديش يوعى بها بنفسه. لا 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 كيوعى ملي كنتكلموا معاه بزاف ديال المرات وملي كنديروا معاه التجربه، ملي كنقولوا ليه فوالا. خاصه شوف راه الا كان مثلا واحد البرنامج في رسوم متحركه ولا هذا اللي في التلفازه اللي هو مثلا كيبدا مع 5:30 وكيسالي مثلا مع 6 ونقولوا لي حنا لا خصك دابا تقرا
ومن بعد عاد تفرج فاكيد ما غاديش يشوف هذاك البرنامج ديالو. فهنايا كنمشيو عنده بطريقه واعيه، كنحطوا ليه الكتوبه ديالو، نحطوا ليه كاع داكشي اللي غادي يخدم، ما مهمش واش غادي يمشي للغرفه ديالو ولا يمشي للمكتب ولا هذا، ولو امام التلفاز كنحطوا ليه كل شيء، كنقول ليه شوف غادي تكمل هذا وغادي ندوزو مباشره. كنجلس حداه كنتفرج معاه في داك البرنامج ديالو، كنطفي هذيك التلفازه وكنجلس حداه في نفس المكان اللي كان فيه. ملي كيكمل العمل ديالو كنوض كنرافقه في اعمال اخرى. هنا دليل على ان المرافقه ديال الام او ديال الاب الا كان حتى هو في البيت وانا كنحب ديال الاب، فهي ما غاديش تمنع هذا الطفل انه يرتكب الاخطاء، ولكن غتعلمه واحد العادات، واحد اون روتين، غتعلمه ريتوال، غتعلمه بانه راه من بعد هذه كندير هذه ومن بعد هذه كندير هذه، وملي كنكملها راه كنكون بدايه التنظيم في الحياه. نعم، هو غادي يثق في نفسه بانه قادر على الاقل يستوعب هذا التنظيم هذا في الحياه. نعم، يحفظه ويتعلمه ويطبقه بواحد الشكل. نعم، معين. وهنا هذه المساله كتسمح للاباء يسترجعوا هذه الثقه في ولادهم. ولكن ما كرهش باش نختموا دكتور عبد الهادي، ما عرفتش واش معنا بعد المكالمه الثانيه غادي ناخذوها ان شاء الله في العشيه في الراديو، ما غاديش يقضنا الوقت بزاف. الا كان ممكن هذيك الثقه تعاود تذكر الاباء بالاهميه ديالها، وحتى ملي كنفقدوها. كاين بزاف الاباء راه بحال السيده دابا اللي قالت لك فقدت الثقه. كيفاش نعاودوا نسترجعوها؟ كيفاش نعاودوا نديروا لانستالاسيون ديال هذيك الثقه في العلاقه بين الاباء؟ باش نكون واضح مع الاباء والامهات، ماشي من الدور ديالهم انهم يحيدوا الثقه او يسحبوا الثقه من الابناء ديالهم. نعم، ولو ان الابن ديالهم كيكون كيكذب. وعلى ذكر هذه القضيه ديال الكذب، نعم، على ذكر هذه المسألة ديال الكذب، يعني مجموعة ديال الآباء والأمهات كيتسرعوا أصلا في الحكم بالكذب على الأبناء ديالهم. فملي كنكونوا في المرحلة العمرية اللي هي أقل من 5 6 سنوات، راه ما كاينش كذب عند الأطفال. يعني كاين اختلاق وكاين إبداع وكاين ابتكار لقصص. ولكن ملي كنطيحوا في الكذب خاصة الأطفال اللي هما 7 سنين 8 سنين الفوق، فنحاول دائما أنني نشوف علاش. واش ربما كاين خوف، ربما لأنه باغي يبان، وأنت أشرتي لذلك قبل قليل، يعني ربما باغي يبان في واحد المكان اللي الأب والأم ديالو دائما هو اللي كيصفقوا ليه. ولد عمك كيدير، بنت عمك كدير، الجيران مزيانين، هذا شوف ولدهم شنو كيدير، فهو كيجي كيكذب عليا، كيحاول انه يبين راسو، باش يعطيني الصوره اللي بغاها. الصوره اللي بغاها، يعني كندير يعني كيحاول الوليد انه يبان في الصوره اللي غترضي الاباء ديالو. نعم، ما عندوش شي حاجه اخرى. نهار كنعتبر بان راه القدرات ديالو ربما ما وصلاتوش، كننمي معاه القدرات، اما انا كاب ديالو ولا ام ديالو ولا اخصائي. يعني هنا ملي كنتكلموا على المهارات، ممكن انني نستعين باخصائي، بان كوتش اللي غادي يساعدني، يقدر يساعد في هذا المجال هذا. ولكن الثقه ما عمرني نتكلم عليها. نعم، ما عمرني ما نسحبها، لان الا سحبت منه انا الثقه اب ديالو وام ديالو، فاكيد غادي يسحبها من نفسه. نعم، وبعد ذلك غادي نشوفوا فقط الفشل في الحياه ديالو. هنا لحد الان تكلمنا في هذه الحصه هذه على الاطفال دكتور عبد الهادي، ربما ملي كيوصل الطفل للمراهقه، هنا فين يعني المشكل ديال الثقه كيتوضع بكثره، خصوصا ملي كيبدا مشكل اخر. نعم، كيبدا الشاب، يعني ما كتبقاش الثقه كقيمه عند هذاك الوليد. نعم، كتولي كاحتياج. هي كتولي احتياج عنده هو، وإلا ما بقاش عند الاباء غادي يمشي يقلب عليها، غادي يقلب عليها في بلاصه اخرى. ولكن حتى الاباء كيبداو كيلاحظوا اشياء وتغيرات اللي ما تيفهموهاش في هذاك الوليد، فكيسحبوا الثقه لدرجه. انا سمعت غير البارح واحد المثال اللي تتقول لك كنت كنمشي مدرسه وكيتبعوني والديا كيحضوني. والسيده تبارك الله دابا راه في العشرينات وبصلا ماركي هذه المساله. هذه دونك نيجاتيفمون ولا بوزيتيفمون؟ لا نيجاتيفمون، بطريقه سلبيه. بطريقه سلبيه. الا كان ممكن مازال نتكلموا على هذه المساله هذه في العشيه دكتور عبد الهادي، غادي يكون عندنا المجال باش اوسع يعني للحديث على هذا الموضوع هذا. يمكن لكم تتابعونا. لكن واحد المغالطه غنتكلم عليها في العشيه. نعم، اذكر بها يعني اللي بغينا نبغاو المشاهدين يعرفوا هذه المغالطه هذه، وكذلك كل الافكار المتعلقه بهذه المساله، لان كترجع بزاف مساله الثقه في وليداتنا من الاسئله اللي كتطرح علينا بكثره في هذا البرنامج هذا. غادي نكملوا هذا الحديث مشاهدينا في العشيه من 2 حتى ل4، التحقوا بنا باش مازال نديو نجيبوا في الكلام مع الدكتور عبد الهادي القاسمي، نفهموا اشياء اخرى اللي هي متعلقه بالثقه في وليداتنا. كيف ما قلت على من 2 ل4 على امواج راديو الدوزام. الى اللقاء.